الراديو 90-90 هواها مصري. طب أصعب مشهد عدى عليك في المشاهد اللي فاتت إيه؟ مش عايز أحرق طبعا أكيد من اللي جاي. فنيا ولا جسديا؟ الاتنين. مشهد دخول وسط الحريقة ده كان صعب قوي, تصور على 3 أيام, لأن دي كانت ده مكان حقيقي وإحنا ولعنا فيه, جبنا ناس جانب هم اللي عملوا الحريقة كده. فأنا الدخول جواه بعد بالظبط 3 خطوات بيبقى مفيش أكسجين, مفيش تنفس خالص أكيد. فكنت أنا طبعا والمصورين في الناحية التانية, فإحنا لازم كل 5 دقايق يعني ما نعديش 3 دقايق عشان النفس يعني عشان النفس, لأن مفيش نفس بعد كده. فلازم نعمل ده بروفته بتصويره الحتة دي, إن إحنا صورناها كذا حتة في 3 دقايق. بس بعد 3 دقايق دي نخرج كلنا, وطبعا بنخرج يعني محتاجين ربع ساعة نتنفس بس يعني أكيد, ولازم نستنى ساعة على ما الماتيريال ده يبرد تاني اللي هو كان مولع ده عشان السيفتي, لازم نستنى ساعة عشان يبرد تاني. بعد ما نستنى ساعة يبتدي يولعه تاني وندخل نعمل بروفا, وبعدين نصور. ممكن الشوت ما يتخدش, يطلع غلط او ما يتفوكس ما يزبطش, فنرجع نستنى ساعة تاني عشان نعمل, عشان افضل يبقى طول الوقت انا وسط الحريقة دي. الحريقة دي مش جرافيك, الحريقة دي كلها حقيقية. ما فكرتش تجيب حد مكانك يعمل الشوت ده؟ ما انا باين يعني, كان ممكن تتعمل ان انت يبقى من ظهرك مثلا, لو حد تاني استنته من ظهري هتروح المصداقية. انت بنت, لان انت كنت عايز ان انت تاخد الريسك, هتروح المصداقية. ما هو انت جزء من المصداقية انك تشوفيني, لو ما شفتنيش انا ممكن تقولي ده استنت فتفصلي من الحلقة الاولى, ده خطر جدا.